السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل من يشاهدنا ومشاهدي برنامج هذا كويزيني. اليوم نستقبلكم في حلقة جديدة لنقدم فيها كفتة فياند هاشي. طبعا هذه الكفتة المتميزة اللي تعود هي ضيفتنا في هذه الحلقة الليلة. إذا مكونات هذا الطبق هو فياند هاشي، طبعا حمض الزيتون وعندي صوص الأحمر وكوبر وشوي ملح لبن سيترون مية سيترون أو سيترون وشوي من الخل ملي نستعمل. أول شيء ندير فياند هاشي مكوناتها طبعا كيف نوضحها في الحلقه.
ذات مكونات، مكونات بسيطة جدا، خيار رشيد، حامض الثوم، درنا عليه شوي من البصل، ودرنا عليه البهارات كاملين، وضفنا له شوي من عصير الليمون والخل.
عودة لكم أعزائي الكرام وفقرتنا الثانية. طبعا جهزنا بأول فقرة فقط فقط الفيانداشي وقليناها طبعا في الزيت. استعملنا هذه المقلية نقلعوها باش تعود خالية نهائيا من الزيت. درنا هون على هذا كلينكس برك ما كان يكون نديرو ديكورنا اللي نعدلو بالسيترون والتمات جهزناها. ونطبوها بهذه الطريقة. طبعا هي ياك صغر بيلي درنا تحتها كلينك ياك ترشف عنها ذاك الزيت اللي كانت تنقل بيه. هذا هو طبق الكفتة اللي كان عن الليلة. إن شاء الله يتناول إعجاب المشاهدين الكرام. وأنا مثل يكون نشكركم أعزائي الكرام على حسن المتابعة. نشكر فريق العمل اللي كان مرافقني. شكرا لوتيل ويسالم. الشكر موصول لشركة كريستا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.